الإخوة ممثلي وسائل الإعلام والضيوف الكرام زوار جناح تويوتا، تنبلج ليلتنا هذه عن فرحة كبرى وعن لقاء لا يعوض، إذ نجتمع بكم في هذا المساء كما عودناكم حينما تصنع تويوتا سياراتها، تبحث عن الإبداع وعن التميز وعن أن يكون العميل شريكا في اختيار ما يرتاح له. لذلك نسعد بكم دائما في هذا الجناح تحديدا، في أكبر جناح دائما في معارض السيارات الدولية على الإطلاق في جناح تويوتا، أن نقدم لكم الوجهة المختلفة للإبداع. لا نريد أن نتكرر ولا نريد أن ننافس على القمة، بل نريد أن نبقى بها ونتشبث بها ونكون على رأس الهرم. نسعد باستضافتكم اليوم في جناح عبد اللطيف جميل بمعرض السيارات السعودي الدولي، وكلنا حماس وثقة بأن فعالياتنا المتنوعة ستحظى بإعجابكم. أتشرف بدعوة المهندس هاني عبيدة المدير العام التنفيذي بشركة عبد اللطيف جميل ليتفوه لنا بما تجود به نفسه في هذه المناسبة. السيدات والسادة، أصالة عن نفسي ونيابة عن شركة عبد اللطيف جميل السيارات، أود أن أرحب بكم وأقدر لكم حضوركم وتشريفكم لنا في جناح تويوتا بالمعرض السعودي الدولي للسيارات 2017 بمدينة جدة، حيث نسعد بمشاركتكم ونبتهج بلقائكم جميعا. نحن هنا هذا العام لنكمل المسيرة ونقدم أحدث ما أنتجته تويوتا من مركبات وآخر ما ابتكرته من تقنيات تسهم في جعل التقنية أسهل وأكثر أماناً ومتعة. وأود بداية أن أقدم شكري للإخوة والأخوات ممثلي وسائل الإعلام على الدور الكبير والدعم اللامحدود والذي نجده منهم لمسيرتنا الريادية، فلكم منا كل الشكر والتقدير، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر والبناء معكم. اليوم سنشهد ولأول مرة في السوق السعودي الكشف عن الجيل الجديد لإحدى أكثر السيارات مبيعاً في فئتها في العالم وفي السوق السعودي، إنها تويوتا كامري 2018 الجديدة، والتي تم تطويرها بالكامل حيث تم بناؤها على مبدأ تويوتا نيو جلوبال أركيتكتشر، والتي تم ابتكارها بهدف إنتاج سيارات أفضل من حيث الأداء والتكنولوجيا لتعطي تجربة قيادة غير مسبوقة، حيث تم تحديث أنظمة الأمان والسلامة والتحكم ونظام نقل الحركة الآلي الذي
لكم أنتم للمشاركة والمنافسة على المسابقات المقدمة من جودة عبد اللطيف جميل. حينما لا تجد شيئا على المسار فقط توجه إلى سيارات جودة عبد اللطيف جميل وشاهد بعين يومي.